بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. كما عودتكم على الوجبات السريعة والصحية لأولادنا وقت الامتحانات، ان شاء الله تعجبكم فكرة اليوم. وجبة اليوم كما تشوفوا لوبيا سوتي مع الاندومي اللي يحبوها الاطفال بزاف، مع البروتين من الدجاج، كويس تاع الدجاج، زايد سلطة مشوية تجي روعة. ان شاء الله نبداو الروتين تاع اليوم. اول حاجة نبداو باللوبيا الماشطو كما يسميوها، ولا لوبيا الخضراء. نبداو نحيو منها اللي بوتاعها على الاطراف ونقصوها. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. نقصوها مليح كما تعرفوا الخضرة لازم نقصوها مليح حتى مرتين، في المرة الثانية نديرو شوية تاع الخل ونخليوها حتى 10 دقائق، ومن بعد نصفيوها نحطوها في الكسكاس تفور. من الأحسن أن نفوروها باش تبقى محافظة على الفوائد الصحية تاعها قبل ما نديروها في لاصوص نتاعها، لأنها لاصوص مش بزاف، لانها كما قلت لكم لوبيا سوتي. نجيبو نديرو شويه تاع السلطه المشويه او الحميص، شويه فلفل حلو وشويه تاع الحار، نتوما والاختيار تاعكم. طوماطيش نغسلوهم مليح حتى هما، ومن بعد نشفوهم ببابي سيرفييت باش نحطوهم يتشواو في المقلاه العجيبه، سريعة وفي نفس الوقت تتقشرنا يتقشرنا بكل سهولة وما يديش وقت طويل بزاف، لأنه كما تعرفوا الوقت ضيق جدا. ماذا بينا كي يخرجوا ولادنا يلقاو الفطور واجد. نوجدوا اللوبيا سوتي، نحطوا ملعقة من الزبدة زائد ملعقة من الزيت، نديروا حتى 6 إلى 5 فصوص من الثوم لانها ما تحتاج الى البصل. نرابيوه ونحطوها على النار تتقلى مليح، مع ان كويس ما تحتاج بزاف الى الدجاج، واللي حاب يستغنى عليه يستغنى في نفس الوقت. لكن احنا نديو باش نديو لاولادنا البروتين. نربي حتى حبة من الطماطم الخضراء، نحطها حتى هي بعد ما تتقلى مليح هذاك الثوم مع الكويس نتاعنا. نجيب السوتي تاعنا اللوبيا بعد ما فارت مليح نحطوها، ونديرو شوية تاع الملح وشوية تاع التوابل، فلفل أسود وشوية من الكاري يعطيها طعم رائع. ما نكتروش نمرقوها وما نكتروش بزاف كما قلت لكم لانها تجي ناشفه. نغلقوا عليها لكوكوط مينيت ونخليوها حتى 10 دقائق فقط لانها ديجا طايبه، قيس ما يطيب الدجاج فقط. نرجعوا نشوفوا الفلفل تاعنا، هاو بدا يتشوى حبيباتي هو والطماطم، نقلبوهم فقط في كل مره. نجيو نقيو هذاك الفلفل تاعنا، نوجدوا الحميص تاعنا باش تجي بارده. مازالت شويه سخونه، تنحيو القشره بكل سهوله، لا تحتاج الى كيس ولا لا ساشي لا والو، تنحيوها ديريكتومون من المقلاه وتنحي لكم ما تتقشركم بكل سهوله كما تشوفوا. نحيو هذيك الزريعه تاعها ونقصوها، نحطوها في الاشواق يعني السرعه فقط، اللي حبي يقصها بالموس عادي جدا. نقيو حتى هذيك الطماطم، نحيو لها القشره نتاعها بعد ما تشوات، نقصوها الى قطع صغيره ونحطوها في الاشواق تاعنا باش نرحيوها تماما. كل واحد طريقه تاعو تاع الحميص، هذه طريقه هي فيها بزاف طرق الحميص
كل واحد والطريقة نتاعو. بعد ما نلحيها مليح نحطها في بول على جانب، نروح نرحي هذيك الفلفل نتاعنا كذلك في الاشواغ، لكن ما نخليش نرحيه بزاف، نخليها قطع صغيرة. ندير له شوية تاع الثوم حتى هو يترحى معاه باش يعطيه الطعم والجو تاع الثوم. السلطة تاعنا تجي روعة متبلة. ها حبيباتي، بعد ما درت الفلفل تاعنا في الاشواغ وقصيته، نجيبو هذيك الطماطم اللي رحيناها نخلطوها معاها، نديرو شوية تاع الملح، نديرو شوية تاع الكروية. تبدو كروية تجي روعة في الحميص، تعطيها طعم رائع. نحرك مليح، ندخل هذاك الفلفل مع الطماطم حتى يتخلطوا يتجانسوا مليح مليح. ندير شويه كما قلت لكم تاع التابل، ونديروا شويه حتى ملعقتين من الزيت او زيت الزيتون. انا مش متوفر عندي زيت زيتون، هو بالاحسن اللي ما عندوش يدير زيت نباتي فقط، ويحركهم مليح. هكذا تكون السلطه تاعنا راهي واجده. نخليوها تبرد في الثلاجه وتقدم عند التقديم عند في الغداء. تجي روعه مع فلفل من الحار. في الاخير هاي الاندومي باذواق الخضار والدجاج، كل واحد وش يفضل. الاطفال انا عندي ولدي يفضلها بالخضار، وبنتي تفضلها بطعم الدجاج. هاو الغدا تاعنا في صحن التقديم حبيباتي. ان شاء الله عجبتكم تدبيرة اليوم، الاندومي مع اللوبيا ماشطو، اللوبيا السوسوطي مع سلطة المشوية، مع تدابير اخرى في الايام القادمة. انتظرونا، وبقى لي غير نقول لكم في الاخير ربي ينجح وليداتنا كامل ويفرحنا بيهم يا رب ويوفقهم. وفي الاخير ما بقى لي